السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. طبعا غالبية الناس معرضة في أي وقت في مراحل العمر أو على مدار بعض الأيام للإصابة بنوبة من نوبات الصداع. ده أمر طبيعي، ممكن يكون الإنسان نتيجة السهر أو نتيجة طبعا قلة النوم أو نتيجة ضغط في العمل أو نتيجة بالنسبة للطلبة ضغط كتير في السهر والمذاكرة والتأمل والتفكر. كل دي أشياء ممكن ينتج عنها حدوث نوبات الصداع أو في المشاكل أو الهموم. أسباب كتيرة جدا، لكن في حالة الإحساس بالنوبة دي يا جماعة، في بعض الناس يعني أعزكم الله ما بيقدرش ينام من شدة الألم، بيحاول إن هو يدور على حل للموضوع دوت. فطبعا ممكن ياخد مسكنات، المسكنات دي ممكن ينتج عنها أمرين، ممكن تعمل له مشاكل صحية، ممكن بعض المسكنات تبقى فيها نوع من الادمان، بالتالي طبعا هتضر الشخص فهيبقى عرضه لان هو يعني المسكن ده يتملك منه، ما يقدرش ان هو يستريح. ناس كده، في ناس بعض الناس يقول لك لا انا ما اقدرش استريح لما اخد المسكن. لا يا جماعه، الموضوع بسيط جدا، ان شاء الله نقدر نحصل على نتيجه جميله جدا وممتازه وبدون مسكنات وبدون ادويه كيميائيه قد تكون مضره. النهارده نقدم لحضراتكم طريقه بسيطه جدا، اسفين على اطاله المقدمه. ان شاء الله مكوناتها كلها متوفره وبسيطه. المكون الاول يا جماعه هنستخدم فيه مطحون حبه البركه او مطحون الحبه السوداء. طبعا هنجيب البذور من عند العطار نضربها في الخلاط الكهربائي وهتبقى بالمنظر دوت. المكون الثاني هيبقى اليانسون المطحون، وهنستخدمه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في الخلاط وطحنا بيها حبه البركه. المكون اللي بعد كده يا جماعه هنستخدم الزبادي. المكون الاخير معانا هو القرنفل المطحون، وده نقدر نجيبه من عند العطار او من اي سوبر ماركت برطمان قرنفل مطحون جاهز، او اذا لم يتوفر المطحون نقدر ان احنا نجيبه مسامير القرنفل او حبوب القرنفل نجيبها ونطحنها في الخلاط ويبقى عندنا مطحون القرنفل. اما بالنسبه للطريقه فهي بسيطه جدا زي المكونات، يعني مكونات الوصفه بسيطه والوصفه نفسها في تحضيرها بسيط جدا وابسط ما يكون. تعالوا مع بعض نقول لحضراتكم الطريقه ازاي. اول حاجه هعملها يا جماعه هبدا ان انا اخد من حبه البركه معلقه، وهبدا ان انا بعد كده اخد من اليانسون المطحون اخد منه مقدار نص معلقه، وبعد كده ابدا ان انا اخد من القرنفل المطحون مقدار نص معلقه. بعد كده الموضوع بسيط خالص، هبدا ان انا اقلب المكونات دي مع بعضها بالمنظر دوت، نخلطها خلط كويس عشان يبقى عندنا المكونات كلها متجانسة مع بعض. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة هبدأ ان انا ازود على المكونات ديت الزبادي، هاخد معلقتين من الزبادي بالمنظر ده. هبدأ بعد كده بقى ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض بالمنظر دوت، عملية بسيطة خالص زي ما حضراتكم شايفين، مش هتاخد مننا دقايق. بقت بالشكل ده يا جماعه. يبقى في اي وقت يا جماعه، في اي وقت من اليوم حسينا بألم الصداع هبدا على طول ان انا اجهز الوصفه دي زي ما حضراتكم شفتوا، ما خدتش مننا دقيقتين على بعض. هبدا ان انا اجهز الوصفه دي سريعا وابدا ان انا بعد ما اجهزها اكلها مباشره، وان شاء الله اقدر اقول لحضراتكم بالشفاء. لكن مع الطريقه دي يا جماعه ابدا ان انا يكون طبعا متوفر لدينا زيت حبه البركه او الحبه السوداء، وهاجي على المنطقه اللي بينبض منها الم الصداع وابدا ان انا اخد قليل من الزيت واعمل تدليك خفيف لمده دقيقتين على مكان الالم. الم بيخرج من الراس يبقى التدليك على مكان الراس، من الجبهه يبقى التدليك في المكان دوت، من منطقه الصدغين يبقى التدليك، يبقى التدليك هيكون في مكان الالم. هعمل الخطوتين دول وان شاء الله هتحسوا حضراتكم بارتياح شديد جدا. يعني وصفه ممتازه هتغنيكم عن المسكنات او اي مواد كيميائيه قد تضر بالصحه اكتر ما بتنفع.
نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالوصفة والمكونات البسيطة اللي قدمناها لحضراتكم، ودائما بنقول لحضراتكم احنا اسفين جدا على الاطالة، لكن بنحاول نقدم لحضراتكم اكبر قدر ممكن من الفائدة، وبنحاول دايما نبسط لحضراتكم المعلومة بشكل يعني نقدمها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.